إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرة أخرى إخواني في الله، فإن مسائل التكفير من المسائل المهمة التي ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، وترتب على هذا الضلال فتنا كثيرة، حتى وصل الأمر إلى القتل والذبح وسفك الدماء. فكان هذا الأمر جد خطير، يحتاج لكل من درس علم العقيدة أن يتفقه فيه، فهو له صلة في جانب العقيدة من جهة، ومن جهة أخرى بالفقه. وكان المقام إخواني في الله لا يتسع للتفصيل والتوسع، ولا أخفيكم إن قلت لكم أنه كان مقررا لي أن أعطي 4 محاضرات، ثم تفاجأت بأنها 3، ثم أصبحت 2، فلا ألا ليت حظي من محاضرتين متقبلتين، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. فنقول إخواني في الله، لذا سيكون الأمر فيه اختصار واعتصار من جهة، وكان الأمر على عجلة، فجاء أخونا ليساعدنا أيضا في القراءة حتى نستطيع أن نقطع أكبر شوط ممكن بما يتعلق بهذه المسائل. وسوف نعرض هذه المباحث بشكل مسائل وبشكل نقاط، حتى يسهل فهمها وحتى نحصر شواردها. فالمسألة الأولى إخواني في الله، ما هي الكتب التي ننصح بقراءتها في هذا الموضوع؟ إخواني في الله، كتب السابقين لا غنى لك عنها أبدا، لكنني سأذكر 3 كتب من المعاصرين لعلها تكون سلما لك لكي تغرف من علم السابقين. أما الكتاب الأول فهو كتاب التبصير بقواعد التكفير لشيخنا علي الحلبي، وهو مطبوع في غلاف صغير عن دار المنهاج القاهرة، وبما ومع الرغم من صغر حجمه، إلى أنه احتوى دررا وكنوزا تكفي بإذن الله للوصول إلى بر الأمان. الكتاب الثاني إخواني في الله، التكفير وضوابطه، للشيخ إبراهيم الرحيلي، وهو مطبوع في مجلد طبعات كثيرة، من آخرها عن دار غراس الكويت. أما الكتاب الثالث فهو للعبد الفقير الذي هو معكم، وهو التأصيل في مسائل الإيمان والتكفير، وهو مطبوع عن دار الإمام الألباني رحمه الله. فإذا إخواني في الله، هذه الكتب إن شاء الله تكون سلما لك للوصول إلى كتب العلماء السابقين. أما كتب المعاصرين من المخالفين فهي كثر، فهي كثيرة، وليس معنى ذلك أن غير هذه الكتب 3 ليست بجيدة ولا حسنة،